تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بعد غياب مرتضى منصور شهر عن الانظار، قرر ان هو يرجع لمحبيه ولكارهيه كل يوم يعمل له فيديو من 3 اجزاء، يقول بقى الخطيب فيه وفيه، يقول الاهلي فيه وفيه، يجيب سيره كهربا، يجيب سيره اليوتيوبرز بتاع النادي الاهلي، يجيب سيره اعدائه اللدودين، يجيب سيره شبانه، يعني ما بيسيبش حد في حاله. مرتضى منصور طلع بالامس وتوعد الكابتن الخطيب بعد الشر بعد الشر ان هيجيله المرض الوحش، وقال له ابشر انت هيجيلك المرض الوحش، واوعى تفتكر ان انت هتتساب، لا هيجيلك. انا قلت لفلان هيجيله المرض الوحش وجاله، انا قلت لفلان هتتشل واتشل، انا قلت لفلان مش عارف ايه، هيحصل وهيحصل وهيحصل. وقال كلام كتير احنا ردين عليه داخل الفيديو، قال كلام تلقيح كلام على الكابتن الخطيب، تلقيح كلام على النادي الاهلي، وقال النادي الاهلي او وصف النادي الاهلي نادي مسخره. تخيل يا فندم، رئيس نادي عنده كوارث ومصايب ومساخر الدنيا والاخره طالع يقول على النادي الاهلي نادي مسخره. طيب مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى سوابق قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. قناه الزمالك طبعا، كل سنه حضرتك طيب. اجواء رمضانيه هنا داخل النادي جميله جدا، يعني الناس كلها بتحرص ان هي تسيب بيتها وتيجي تفطر هنا في النادي، كل الخدمات متوفره رغم كل الازمات اللي النادي فيها، ورغم كده حضرتك موجود قبل الفطار وبعد الفطار. لا انا مش عايز اتكلم عن طبعا كل الناس طيبين وده بيتهم، يعني النادي ده بيتهم هم حاسين فيه بالامن والامان. انا بس عايز اقول اللي بيتريقوا على الاستاذ محمد رجب، الزمالكاوي من 50 سنه وما من 60 سنه محمد رجب، انه لما قال ان رئيس النادي بيقعد هنا لغايه بعد الفطار، ما هم شايفيني انت زي يا ابني اللي بتاعك بتصور مره هنا، احنا قاعدين ما بمشيش لما بطمن، لان في فيديو بيبقى جاي الام مع الزوج والزوجه حماته، فبياخدوا موافقه عشان هنا النظام عسكري شويه، يعني مفيش اي حد يخش النادي مش عارف. فبقعد لغايه ما اطمن ان كلهم قعدوا ودخلوا وضيوفهم قعدوا ويفطروا ما عندهمش مشكله، عندنا 17 شاشه شغاله، فببتدي اتحرك بفطر بعديها بنص ساعه او ساعه الا ربع في البيت يعني. بس كل على فكره مش رمضان بس، كل رمضان وده نظامي. فاللي بيتريقوا على محمد رجب عايز اقول لك فايت ده، احنا زهقنا يعني يا ابني احنا زهقنا. هو انت ما زهقتش؟ هو انت ما عندكش اب وام يقول لك ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ تريقوا على مخلي ربنا، ومره يتريقوا على عبد الشافي صادق، ايه راحت صحفي جديد ده بتتريق على غيرت في كلمه، بقول لك جل من لا يأس، مش كده؟ ليه تتريق عليه؟ هو دي قرارات الزمالك عشان تتريقوا؟ ف مش بقى محزن يعني. وللاسف اللي بيتريقوا دول عندهم في النادي بتاعهم حاجه يعني مسخره. تمام؟ طب هنا نتوقف عند المسخره. اولا مفيش حد عنده مسخره قد نادي الزمالك، المسخره على ودنه، المسخره على عينه، المسخره يعني زي ما انت عايز تقول تقول، مسخره في كره القدم انت سابع الدوري، مسخره في الطايره ان انت مش واخد بطوله والنادي الاهلي حاطط عليك، مسخره في الباسكت النادي الاهلي حط عليك برغم ان انت كنت متقدم وعمل رومونتادا وخد منك البطوله، مسخره في الطايره، في اللعبات الجماعية، المسخرة عندك مش عند أي نادي تاني، مفيش أي نادي تاني عنده مسخرة زي المسخرة اللي موجودة في نادي الزمالك. أما محمد رجب بيقولك من أفواههم تعرفونهم، شخص بيقول كلام ترهات فلازم تلاقي ناس بتتريق عليك. يعني واحد لسه بيقول امبارح فين أيام بوجي وطمطم، فين أيام بكار، فين رمضان بتاع بكار، فين رمضان بتاع بوجي وطمطم. طب ده كلام يتقال؟ طب ما لازم الناس تتريق عليك، ولازم تتريق على عبد الشافي الصادق اللي ما بيعملوش حاجه خالص غير ان هم بيطبلوا ويرقصوا لرئيس نادي الزمالك. كمل. يعني مسخره يعني. حد يقول لك اتربي في وسط الحمير والتاني يقول لك وسط مش عارف مين، فعيب. يعني حتى اتعمل قانون للتنمر، ما هو ده كل ده تنمر. كل ده تنمر. ف بمناسبه التنمر، فاكرين لما طلع قال على عمرو اديب انه ودانه كبيره؟ فاكرين لما طلع قال على المنيسي انه عنده مرض في وشه وبيستخبى من المرض ومربي دقنه ومش عارف ايه عشان المرض اللي في وشه ما يبانش؟ فاكرين لما قال على القيعي ان ودانه طويله بتفكرني مش عارف بودان مين؟ هو ده مش تنمر؟ ده مش تنمر؟ كمل. عايز اقول لهم عيد، انا مش رمضان ده بس، من ايام ما كنت قاعد مجلس اداره 92 لغايه دلوقتي بعمل كده.
لان كنت مسؤول عن كل النادي. وانا قاعد مجلس اداره مع المستشار جلال ابراهيم الله يرحمه مع الدكتور كمال درويش ربنا يديله الصحه، كنت نائب وكنت مسؤول عن النادي. وحتى كان في كلمه شهيره ليا مع الدكتور كمال، اقول له انت بس ملكه انجلترا تملك ولا تحكم، انا بعرف مكتب فيها انا اللي بحكم. وعلى فكره الفتره دي انا كنت مسؤول عن الكوره وكل البطولات اللي اتاخدت من 2000 ل 2005 ده مرتضى منصور مع احترامي للدكتور كمال طبعا. مع جلال دي كنت بشوف على الكوره، خدنا 2 دوري وسوبر افريقيا يعني كله الحمد لله يعني. فعايز اقول لهم من فضلكم يعني مش كده يا جماعه، البلد بقت كلها مشتمه مشتمه، مفيش كبير دلوقتي خالص، كله بيتشتم. وبقول للعيال بقى اللي عاملين نفسهم زملكاويه، انا خلاص وصلت الاقتراح يمكن يعني هنعمل انت ما تكونش مطعم مش بيجيب لك مين وكده، عايز اكل حاجات حيوانات بتاع ده لحوم ولا عايز اكل اسماك هعمل كده او حاجه كده. تحب تختار مين رئيس نادي يعجبك؟ هحط لك 16 18 رئيس، حط انت. هحط لك 98 عضو مجلس اداره 1000 يعني حط اختار. تحب نجيب لك مين مدرب؟ هحط لك 500 اختار منهم. خلاص ايه القرف ده؟ ايه مرتضى منصور بيسخر من جماهيره، بيسخر من جماهيره اللي بيقول ما ينفعش ان حد يسخر من اي حد، وما ينفعش ان انت تسخر من محمد رجب او من عبد الشافي صادق. وفي نفس الجمله هو بيسخر من جماهير نادي الزمالك اللي عندها بعض الاعتراضات على الصفقات او على ناس متواجده في مجلس الاداره ملهاش 900 لازمه. كمل. وصايه دي ايه بجد ده؟ ايه المرحله اللي احنا وصلنا لها دي؟ دي مرحله منتهى الخطوره يا جماعه. وبعدين انا قلت في 4 لعيبه تقريبا يعني مش هيبقوا موجودين السنه الجايه، ممكن يبقوا 8 ممكن يبقوا 12 لان في تقرير من اللي فات للاربعه، ممكن المدير الفني الجديد يزودهم مش كده؟ ممكن ينقصهم. فتلاقي بقى اللي عاملين نفسهم زملكاويه، اسلام صادق، الولد اللي اسمه شبانه، الولد اللي اسمه ياسر عبد العزيز خدام هاني زاده. ما احنا هدفنينه سوا، احنا هدفنينه سوا. طب ما تطلع ياسر تقول العشاء والشيشه اللي في مطعم بلكونه كان بيبقى على حساب مين؟ انت وياسمين اللي في المصري اليوم، اطلع قول. مش انت ذكر اطلع قول. والاخ اسمه ايه دون مهيب عبد الهادي. المهم الاربعه عاملين نفسهم ايه؟ زملكاويه. تمام؟ فانا كل اللي عملته انا كلمت رئيس مجلس اداره الاخبار الاستاذ احمد جلال محترم، وكلمت الاستاذ خالد النمير رئيس تحرير المحترم. قلت لهم انا عمال اقول لكم على الولد ده بقالي فتره كبيره. ده من ساعه ما قفلنا حنفيه الشيش بتاع الحجر والعشا انا بقول اهو نزل شتيمه فينا وضرب وشتيمه وضرب وشتيمه وضرب. تمام؟ مين بقى حاميه؟ معالي وزير الشباب والرياضه للاسف الشديد، معينه في كذا مكان خلاص في كذا مكان تبع الوزاره، مش عارف نادي ايه هنا ونادي ايه هنا ونادي ايه هنا، والواقف دي طايح. تمام؟ فهو كتب 4 اسماء، دونجا، فتوح، الزناري، عمرو السيسي. اقسم بالله العظيم عشان قسم بربنا يعني، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ولا واحد في روحه خلاص. انما هو بيهيج الناس، واحنا في ظروف عايزين يا جماعه، انا فريقي اهو بنقول يا رب اتعافى. انت اللي قلت ان في 4 لعيبه هيبقوا خارج نادي الزمالك بسبب تقصيرهم الفتره الاخيره، وكل التقارير الصحفيه اللي خارجه من مواقع زملكاويه اكدت باسماء الاربع لعيبه دول، يعني الناس دي ما بتشمش على ظهر ايدها ولا الناس دي بتخمن، ده جايبه الاخبار من قلب نادي الزمالك. قلنا عندي احسن لعيبه مع احترام لفريرا وما بعد فريرا، اللعيبه اللي هي زي زيزو وزي عبد الغني وزي شيكابالا وزي نيمار وكل اللعيبه دي دمرهم بدنيا مواسم متلاحقه، واللعيبه الجداد حرقهم ما بيلعبهمش، فابتدوا الناس يقول لك ايه؟ صفقات فاشله. زي الواد اللي اسمه رضا عبد العالي النهارده، والله انا مكسوف لك، اقسم بالله مكسوف لك، وبهتيم كلها المحترمه مكسوف لك على الواد رامز عمله فيك ده. وهو شوف انا كنت الاول بهاجم تمام؟ لا هو رامز ماله؟ وهو ضربك على ايدك ده محمد فؤاد ومحمد انا عاتبته مثلها يعني، ومصطفى كامل عاتبته برضه لان دول اصدقاء. تمام؟ لما طلعوا فضحوه كلكم، قال لك احنا رايحين عارفين ده رامز ومقلب. فلما يطلع رضا عبد العال النهارده يقول لك والله ما اعرف، لا انت كذاب انت كذاب. انا ما عنديش صفقات فاشله يا رضا، وما عنديش لاعب هرب من النادي عشان الفلوس. طبعا دلوقتي مرتضى منصور يشيل اليافطه بتاعه رضا عبد العال اللي حاططها على الحديقه بتاعت الاطفال.
رضا عبد العال لفتره كبيره ما بيهاجمش مرتضى منصور ولا بيتكلم على صفقات ولا مجلس الاداره ولا امير ولا اي حد. ولكن مرتضى منصور شاف ان رضا عبد العال دواء انه يحط له يافطه ويضحك عليه بمتر بمتر قبل كاش متر في 2 متر ولا متر في 3 متر وحديقه اطفال رضا عبد العال يحطها على اي حاجه وهو بنضحك عليه بكلمتين عشان نسلم من لسانه ونسلم من كلامه. دلوقتي بقى رضا عبد العال وحش ورضا عبد العال بيهزق نفسه ورضا عبد العال راح وهو عارف البرنامج ورضا عبد العال بيحلف كده. مش قلت لكم مرتضى منصور ملوش صاحب؟ رضا عبد العال النهارده حبيبه بعده عدوه، النهارده ميدو حبيبه بعد عدوه، النهارده فلان الفلاني حبيبه بكره عدوه. كل حتى احمد جمالات ما باعه على الهوى، ولا انا بعتذر للخطيب بعتذر للناس اللي ذكر اساميها في الفيديو وسلموا تسليم اهالي ان هو اعترف عليه ان هو صاحب الفيديو المسرب تجاه الخطيب على الرغم ان هو كان معاه في المكالمه، كان مرتضى منصور طرف في المكالمه مع احمد جمالات. ولكن مرتضى منصور هو كده ملوش عزيز ولا غالي، مصلحته ثم مصلحته، نفسه ثم نفسه ثم نفسه. كمل مرتضى بيه. فاللي شفته النهارده ده مسخره يا جماعه، مش عارف يرشوا ايه، يقول له قول الخطيب اسطوره اسطوره، قول مش عارف ايه ده؟ ايه الذل ده؟ رامز ملوش زمن اللي قال بليله اول امبارح ومتساب ها؟ ولما بيقابلني في الشارع هنا بيقعد يجري ورايا بعربيته بالعربيه عنده عربيه عاليه كده ويقعد يبوسني ويحضني انا بحبك اه طبعا بقول انا مربيه واخوه لان ابوه كان راجل محترم جلال ده كان راجل جميل محترم كان بيشتغل مع الاستاذ جلال الشرقاوي تمام. انا عايز اقول لكم المقوله بتاعت بليله دي جت ازاي؟ مره مرتضى طلع في برنامج او في بعد ماتش من الماتشات طلع قال لو النادي الاهلي اخذ الدوري قولوا عليا ان انا بتاع بليله. ومن وقتها جماهير نادي الاهلي والتراس اهلاوي اخذت المقوله دي وقالت عامل فيها بطل وهو بتاع بليله. فاللي انا عايز اقوله ان الجمله دي اصلا مرتضى منصور هو اللي طلعها وهو اللي قالها على نفسه، فالجماهير رددتها من بعد مرتضى منصور ما قالها على نفسه. يعني صاحب مقولة البليلة هو مرتضى منصور وهو اللي له حق يعني ان هو يعني نشيد بالكلمة، لان بعد ما قال الكلمة اتخذت عليه وعلى ناديه ونادي الاهلي وقتها اخذ الدوري. ومرتضى منصور قال لو كنت يعني لو انا طلعت غلطان ابقى انا بتاع بليلة، فعشان كده جت الجملة والالترس ردنها في المدرجات. كمل يا بيه. فالاخ ده ياسر وانا اقسمت ولا واحد في دول كلمنا قدام بقى اللعيبه، احنا بنتكلم قدام اللعيبه جبتهم كلهم، بكلم الاخ اسلام قال لي كلمه غريبه جدا، قال لي لا انا كنت بجتهد. تجتهد وتدمروا فريق؟ يوم شبانة ياخد الكلام ده بقى ويدخل شوقي سعيد يقول له ايه رايك يا شوقي في الاربعه اللي عايز ايه ده؟ هم دول زمالك؟ انا بس دول زمالك؟ سيبك من مهيب ويبقى انا عارف خدام لمين، سيبك منه. خلاص؟ نفس الكلام ده بيجتهد ده بيجتهد ده بيجتهد. وبعدين في نسبه كبيره بقى بيقول لك ايه؟ العنوان عندهم الاربعه، ان انا جمدت الاربعه، طب جمدت الاربعه بيدربوا ليه؟ ما انا مش بيدربوا. طب انا جمدت الاربعه، مش انا عندي دلوقتي جهاز مؤقت؟ هل حد فيهم انا قلت له والنبي ده يلعب وده ما يلعبش؟ انا عندي تقرير ان في اربعه مش قادرين. وحقي انفذ كان تقرير الراجل. وبرده اللي هي جديد دوت هيكتب تقرير جديد. ممكن الاربعه اللي هو الاولاني قال عليهم يكونوا مظلومين بالنسبه لما بيحبهمش، كل ده يرجع يتقيم تاني. فانا والله العظيم حزين وقرفان. يعني انتوا زملكاويه وزي ما قلت المره اللي فاتت صفحات اللي هم بيعملوا قنوات كل واحد قاعد في طعم القناه المانشيت كده داري عزل مرتضى منصور فرحان عزل رئيسك؟ يعني انت عندك دم انك كاتب دول ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عزل رئيس نادي الزمالك للمره الثانيه وعملها قبل كده 2020 للمره الثانيه والراجل المسؤول كلمه واللجنه كلها موجوده اللي عينها قال له قالوا له خد يا محمود جبت لك لجنه هنا عشان مشيتك اللي انت بتكرهه ده مش كلام انا ده كلام الدكتور محمد عطيه نائب رئيس محكمه النقض والراجل قال لك استحاله يعني انت ما مشيتش عشان مخالفات جسيمه وعلشان تزوير وعلشان مخالفات في نادي الزمالك وعلشان ممدوح عباس هو اللي رفع عليك القضيه لا قالوا له قالوا لمحمود الخطيب احنا مشينا لك اللي انت ما بتحبوش اي كلام ما يدخلش في عقلك يا فندم يعني فلتر الكلام قبل ما تقوله يا مرتضى يعني الكلام المفروض يدخل على دماغك يتفلتر وبعد كده يطلع علشان الناس تصدقه وزي ما قال المثل
يعني كذب مترتب احسن او افضل من صدق متبعتر او متنعكش او مش كل حاجه في مكانها. حتى انت يعني اللي انت بتقوله ده يعني يا ريت متستف، لا ده ملوش علاقه بالتستيف. كمل يعني. الصغير ازاي بتعمل كده؟ تمام؟ ونفس القصه. انا داخل على نهائي افريقيا اكسب النهائي اكسب الاهلي يوم 3/4. بعت جوان ممنوع اخش الاستاد. لغوا الفار، كسروه، غيروا الحكم، غيروا الحكم الرابع. غيروا كل حاجه. جابوا لي 4 تقارير مضروبه لعيال لعيبه عندي انهم عندهم كورونا. عشان اخو يقول لك القاضي، قاضي ايه ده، انت اللي اديت القاضي الرياضه المصريه. نفس القصه اتكررت تاني. طيب في البدايه كده مرتضى منصور بيقول ان النادي الاهلي جاب 4 تقارير عن اللعيبه اللي عندها كورونا. طيب هو انت ما تعرفش يا مرتضى ان ديانج كان عنده كورونا وكان غايب عن القمه؟ انت ما تعرفش ان وليد سليمان الحاوي كان عنده كورونا وغايب عن القمه؟ ما اتكلمتش ليه؟ احنا قلنا مرتضى بقى اللي جايب لنا التقارير مضروبه؟ ايه ده؟ وفار اللي اتكسر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك تم تكسير الفار. بيقول لك الفار اتكسر. يعني ده نهائي افريقيا يا راجل، تقنية الفار كانت موجودة، والحكم الزامبي سيكازوي يعني كان ماسك مهام الفار بدلا من حكم رضوان جيد اللي أصيب بفيروس كورونا في المباراة اللي أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال. يعني دلوقتي رضوان جيد ده اللي أصيب بكورونا. طيب ما تتصل بكده برضوان جيد، قول له كده اهو انت أصبت بكورونا ولا لا، شوف يقول لك ايه. طلعوا على قناة نادي الزمالك هيقول لك ايوه تم اصابته بكورونا، لان الراجل لما هيبقى مصاب بكورونا شيء طبيعي ان هو مش هيتواجد في المباراه. وحتى مصطفى غربال اللي ما فيش اي شائبه او اي شيء اصلا فيها اي شيء عمله داخل الملعب، يعني مجامله للنادي الاهلي او ادى ضربه جزاء وهميه للنادي الاهلي او مثلا لغى هدف صحيح لنادي الزمالك، ابدا. يعني بقول لك كسروا الفار وغيروا الحكم، يعني ده نهائي دوري ابطال افريقيا في 2020 شهد تطبيق الفار كان موجود، والحكم سيكازوي كان ماسك الفيديو بدلا من الراجل اللي اتصاب اللي جاله كورونا. فكونك ان انت بتتوه جماهيرك علشان انت بتقول ان النادي الاهلي ما فازش عليا بالقضيه ممكن، لا النادي الاهلي فاز عليك بالقضيه ممكن، لا النادي الاهلي حط عليك، لا النادي الاهلي اخد منك بطوله وجعت قلبك لغايه دلوقتي انت وكل الزملكاويه، ولو كنتوا خدتوا بطوله افريقيا كنتوا هتفضلوا تصيحوا من هنا لابد الابدين. ده انتوا يا راجل بتفوزوا على كفر ابو عجوه بتعملوا افراح 3 ليالي، ما بالك اما تفوز ببطوله افريقيا وعلى حساب النادي الاهلي. فهدف قفشه ده يعني خلاكم تسكتوا الى ابد الابدين. ما تيجيش بقى تقول لي كسروا الفار وغيروا العينات، لان احنا اساسا كان عندنا ناس مصابين من كورونا، يعني كان ناس عندنا مصابين بكورونا. ديانج كان مصاب، وليد سليمان كان مصاب، يعني اللي عندك كانوا هيعملوا ايه؟ ما انت كان عندك بن شرقي وكان عندك ساسي، ولا كان ساسي مشي مش فاكر كان ساسي قاعد ولا مش، وكان عندك حوده ابننا حوده علاء صاحب اجمل اسيست في الدنيا. فاستاذ هو في ان هو يقنعك بالشيء اللي مش في دماغك خالص، يوديك حته تانية ويقول لك على حاجات يعني ما ينفعش تطلع اصلا من رئيس نادي. فار اللي كسروه، في حاجه اسمها فار كسروه، بس اي كلام بيتقال علشان الناس تردده. يقول لك هو انت مش اتغلبت كوره؟ اتغلبت تحكيم؟ ولكن نفس، بص هتلاقي العقليات دي كتير، زي بص جو الشماعات اللي عاملينه والهلال السوداني، اتغلبوا 3 ويقول لك قالوا لنا العبيد، شتمونا، جو متكهرب، اي كلام في الاليتش، زي مرتضى كده ما بيقول بالظبط. كمل يا فندم كمل. عدى ماتش الجزائر الاولاني هنا، وعدى ماتش المريخ في ليبيا والحمد لله اتعادلنا. من فاضل كام ماتش؟ كان فاضل ترجي 2 والجزائر 1 والمريخ 1، مش كده؟ احبس رئيس النادي وانا محبوس، خسرنا 6 بونت. هو اللعيبه لما تقرا الصبح الماتش بالليل في تونس رئيس النادي بتاعهم محبوس، اللي بيجيب لهم الفلوس وبيدعمهم وبيسندهم، ده مش احسن لخبطه؟ ادي 3 بونت، والجزائر كنت محبوس 3 بونت، ادي 6 بونت، وكان عندي 4 بكام؟ 10، وماتش المريخ كسبته بكام؟ 13، كنت الاول. كنتوا بتضربوا فينا ليه؟ هي
مرتضى منصور بيفكرني بالفيلم بتاع شمس الزناتي لما قال له انا وقعت اربعه من فوق خيولهم، وقعت اربعه من فوق خيول التانيين، قال له يا عم ما مش كانوا ثلاثه من شويه؟ قال له لا دول اربعه وغيرهم. فجه احمد ماهر قال له ايه؟ قال له كده يبقوا 10. حلو. فكده يا مرتضى انت عمال تالف وتحسب نقط، ولو انا كنت موجود كان نقطتين وثلاثه. طب تعالى انا اوريك مرتضى منصور ما بيقولش الحقيقه ازاي. بيقول لك حبس النادي، حبس رئيس النادي اثر على الفريق، الماتشين اللي خسرنا فيهم 6 نقط انا كنت في السجن، ولو كنا خدنا لو كنا خدناهم 6 بونت كنا بقينا. بص بقى، تراجع مستوى فريق الزمالك كان قبل حبس مرتضى منصور. الفريق كان بيحتل المركز الرابع في الدوري ب4 هزايم و5 تعادلات و9 فوز. مرتضى منصور لما كان متواجد رئيس نادي الزمالك خسر الزمالك من النادي الاهلي في السوبر المصري، وخسر كأس الوسيل امام الهلال السعودي، وكمان خرج من كأس مصر على يد بيراميدز. كل دي بطولات نادي الزمالك خسرها في وجود مرتضى منصور. قال لك وايه والحاجات دي كلها كان فيه فار. قال لك الفريق كان ترتيبه في دوري المجموعات كان يعني كان رصيده نقطة واحدة بس ايام كان مرتضى منصور متواجد. فما ياخدكش مرتضى منصور في حتة تانية ويضحك عليك ويقول لك كلام مش حقيقي. مرتضى منصور استاذ في ان هو يلعب بعقول الناس، بس تعالى هتلعب مع مين؟ احنا قدامنا ارقام، ما ينفعش ان انت تلعب بعقولنا او تقول حصل كذا وما حصلش كذا، هتلاقي ناس بتراجع وراك وهتبين لك ان انت ما بتقولش الحقيقه. كمل يا عم مرتضى كمل. ايه الدوله دي اللي مش دوله مصر، دوله الخطيب اللي على مزاجها بتعمل كل ده يا جماعه؟ انتوا عايزين نادي دوله الخطيب وكان عنده 4 بكام؟ 10. وماتش الملك كسبته بكام؟ 13. كنت الاول، وانتوا بتضربوا فينا ليه؟ هي ايه الدوله دي اللي مش دوله مصر، دوله الخطيب اللي على مزاجها بتعمل كل ده يا جماعه؟ انتوا عايزين نادي ده. انت لو والد لا بص، زمان وانا طفل كده ما اعرفش انا عندي كام سنه وانا طفل، كنت في ثانيه اعدادي بقى ثانيه اعدادي، فولد كان اسمه سراج على ناصيه الشارع اللي احنا فيه، بذاكر معاه عنده، ابوه وامه كانوا في الكويت مدرسين. خلاص انا بس بقولك لما الاب بيغيب السراج ده ما كان هو كان لسه اعدادي ولا ثانوي، بدل ما كان بيذاكر كان يجيب ستات من السوق لان غياب الاب. طب استنى بس، استنى يا استاذ مرتضى، هو انت كنت بتذاكر معاه ازاي وهو في اولى ثانوي؟ يعني انت بتقول ان انت كنت في ثانيه اعدادي وهو في ثانوي وكان بيجيب ستات من السوق، طب انت كنت بتروح تعمل ايه عنده؟ اما انت في اولى اعدادي ولا في ثانيه اعدادي؟ راح تعمل ايه مع واحد في ثانيه ثانوي ولا في اولى ثانوي؟ الله اعلم. بس بص، لازم يثبت وجهه نظر بالذوق بالعافيه زي ما يقول لك مرتضى. تسمع مرتضى بيقول لك ان غياب الاب والام بيخلي الدنيا تبقى سداح مداح. طب ما هو نادي الزمالك خد بطوله الدوري بالاحتواء وانت كنت مش موجود، وكان حسين لبيب موجود لما طلع شيكابالا عمل الشويتين بتوعه مع عمرو اديب، ولا تشوف يا استاذ عمرو السنه الجايه يعملوا فينا ايه، والسنه اللي بعدها ادوا له الدوري والكاس بالاحتواء برضه. غياب الرقابه، غياب المسؤول، ما هو رئيس النادي ده هو الاب، هو المسؤول، غاب. اتغلبنا الماتشين 6 بونت، مش ده اللي حصل؟ طب النادي الاهلي، مع احترامي نادي جميل النادي الاهلي والله العظيم محترمه زي جميل الزباله فوق دماغي، انا مشكلتي مع واحد في النادي الاهلي تمام، هو لو اطهر الطاهر ده ولا اطهر الطاهر ده جت ضربه الجزاء كان الاهلي دخل فاسمع طبيعي، وعنده رئيس النادي عايش ومبسوط وكله تمام، والناس حواليه وجماهير بالملايين، بطلب 50,000 يروح لي 80، ما عندوش مشكله. فيا جماعه اللي بيحصل في الزمالك ده ظلم. بتكلم على الاحتواء يعني دلوقتي. طب هو انت لما قلت انا عايز قطر رايح جاي بالوجبه بتاعته بالعصير بتاعه وما ادفعش ولا مليم، مش كان الوزير قال لك انت تؤمر المرتضى بيه وجاب لك قطر مكيف اول ناس كانت تركبه وتنحسه هم جماهير نادي الزمالك، ويشاء السميع العليم انه يروح نادي الزمالك ويتغلب ويرجع افاقي امر عيش. فما تقولش بيطلب ومش بيطلب والنادي الاهلي وانا جماهير النادي الاهلي فوق دماغي، بس انا مشكلتي مع واحد بس. انت مشكلتك مع اي رئيس يبقى في النادي الاهلي. عملت مشكله مع محمود طاهر، عملت مشكله مع حسن حمدي، عملت مشكله مع كابتن خطير، عملت مشكله مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه. انت ما سبتش حد لما عملت معاه مشاكل. تقولي مشكلتك مع شخص واحد هو بيرد عليك ولا بيكلمك ولا بيواجهك ولا بيقول لك اي حاجه، ما بيحصلش. الراجل عارف شغله وعارف طريقه وعارف احترامه لنفسه واحترامه لناديه،
والراجل يعني حبسك، حبسك عشان انت شتمته وشتم السيده الفاضله اخته، واحنا جبنا امبارح فيديو بياكد الشتيمه، واحنا جبنا لك فيديو قبل كده وانت بتشتم اخته بتقول انا هقول وهقول وهقول. فكون ان انت تقول ان النادي الاهلي كسروا له الفار، غيروا له العينات، مش طب اتغلبت من بيراميدزليه وطلعت من كاس مصر، كان في تكسير فار برضو. طيب في كاس السوبر المصري لما اتغلبت من النادي الاهلي وطلعت من ما خدتش شمول برضو، كان في كسروا الفار وغيروا العينات. طب في كاس الوسيل لما اتغلبت من اللي كانوا عاملها، كان معلش يعني معلش كانوا غيروا برضو الفار وكسروا مش عارف ايه، اي كلام في. طب في ماتشات، في ماتش بلوزداد اللي اتغلبته برضو كسروا الفار، اي كلام بيتقال. في غزل المحل لما رحت غزل، لما في اسوان المصري لما اتغلبت بالثلاثه برضو كانوا مكسرين الفار، اي حاجه بيقولها. لكن ما حد يراجعه ولا حد يقول له انت بتقول كلام غلط، لا ما حدش يراجعه. كمل يا عم. انا اديك مثلا، اب جاب راح بيدرس، وانا حتى لما كنت بطلع في التلفزيون اقول يا اب ويا كل ام، تربيه ابنك وبنتك في البيت اهم الفلوس اللي بتجمعها من بره، لازم تبقى موجود. الاب ده ضلع مهم، والام طبعا. فلما يجي الاب تحبسوه، وقبل كده في البطوله اللي فاتت تحلوا المجلس، انتوا عايزين تقولوا لي حل المجلس ده كان بالصدفه ازاي؟ الماتش بعديها ب 24 ساعه تحل المجلس، ومطلوب في قرار وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائيه عشان الدكتور محمد عطيه وعشان الله يرحمه المستشار احمد، تمام. هو مجلس القضاء ده بيجتمع على مزاجنا؟ ده بيجتمع يا جماعه كل اسبوع، يعني الاجتماع كان قبلها باسبوع، يعني المعامله مترتبه 1 2 3. الراجل ده لو خد الكاس بتاع البطوله الافريقيه، لا يبقى خد كل البطولات بقى، كونفدراليه وسوبر وكاس، وده كله خده. يعني عايز اقول ان الجمهور حي، حكايه الزمالك في شكل واحد يكتب لك عز رئيس النادي. طب انا طلعت قلت ايه بقى؟ انا ما شفتش تقريبا فاضيين، ما صورتوش لسه، لكن عرفت من الناس ان اصليا رفض الدعوه بتاعتهم لانعدام الصفه والمصلحه، وعرفت ان قضيه الحكومه كاتبه مذكره بنفس الكلام. لما انا طلعت رديت قلت ده كذاب، هو رد؟ لا. لما طلع قالوا ناصر منسي بياخد 900 مليون وطلع الواد عقده 8 مليون و300، حد رد؟ يا جماعه كفايه، يا كفايه للي عاملين نفسهم زملكاويه اصلا، كفايه. احنا يعني زهقانين. جبنا الراجل مدرب الالماني لاول مره الناس تعرف، المدرب الالماني اقامه فندق طيران على حساب امين مرتضى، اللي بياخد عمولات، اللي بياخد عمولات ايه يا ابني؟ انت هو واحد بيدفع من جيبه هياخد عمولات؟ يعني في صحفي اسمه محمد القاضي بيشتغل مع مدحت شايف، فكاتب يا جماعه والله العظيم اللي بيحصل في الزمالك ده ومرتضى منصور كلام كويس. يعني انا بشوف اشتغل مع مدحت شلل، خد بالك من الجمل اللي بتتقال. اما بخصوص العقود، لا ما العقود معروفه، انت بتتسرب عقود ب 100 مليون و70 مليون، لكن اللاعب بياخد 5 و6 و10 و20. اللاعب بيتصدر، الفلوس اللي مكتوبه في العقد انا ما باخدهاش، الفلوس دي راحت فين؟ الله اعلم بقى، هم يعرفوا مين اللي بيسمسر ومين اللي بياخد ومين اللي بيدي. كمل يا بيه. التعليقات، يلا يا مرتشي قبضت كام؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ مين دول؟ دول كبير على الدوله المصريه. احنا مش هنجوع لو لقينا الفيسبوك، مش هنجوع. اه فيسبوك محدش هيجوع، انما من اول رئيس الجمهوريه وانت نازل مشتمه شغاله. مرتضى منصور عايز يلغي الفيسبوك زي ما لغى الجائزه بتاعت الاسبوع بتاعت لاعب الايه؟ لاعب الاسبوع. فاكرين لما كانوا اتحاد الكوره ولجنه المسابقات بتعمل استفتاء على تويتر والناس بتدخل عشان تصوت للعيبه، وكان كل استفتاء لنادي الاهلي بيكسبه النادي الاهلي، ولا استفتاء كسبه نادي الزمالك، وده بيبين قد ايه شعبيه نادي الزمالك ضئيله جدا امام شعبيه النادي الاهلي. وزي ما طالب بالغاء الفقره التحكيميه علشان فضايح نادي الزمالك ما تبانش ان هو بيتجامل وبيتم احتوائه، عايز يلغي الفيسبوك. طب ده نرد عليه نقول له ايه بقى؟ ما هي دي بقى الحريات، مش انت بتتكلم على الحريات والراي والراي الاخر؟ طب ازاي انت عايز تقول رايك وغيرك ما يقولش رايه؟ انت ازاي عايز انت تطلع تشتم مصر كلها ومحدش يطلع يرد عليك؟ والناس بالمناسبه محدش بيشتمك، الناس بترد عليك واحد اتنين زي ما احنا بنرد عليك كده. عشان كده كل القضايا وكل البلاغات اللي بتروح في كل اليوتيوبرات او اليوتيوبرز الاهلاويه او البلوجرز الاهلاويه كلها بتترمي في الدرج وبتتحفظ. ليه؟ لان ما بيتمش اي ادانه او اي اثبات. انا دلوقتي اجيبك يعني زي واحد مثلا مسكوه، يعني في كاميرات في الشارع، اقول لك ده لو فلان الفلاني ده سرق من حته فلان، تبص تلاقي اصلا فلان الفلاني اللي داخل المحل ولا قرب منه ولا كسر ولا عمل اي حاجه، ولكن هم بيجيبوا لك حاجات
يعني ما ادنش اصلا اي يوتيوبرز بيردوا على مرتضى كوره، بيردوا على مرتضى لوائح وقوانين، لا بيقولوا له ابوك ولا امك ولا اي حاجه من دي خالص خالص، بيدخلوا معاه في نقاشات جدليه، نقاشات ردود محترمه زي ما احنا بنتكلم كده. يعني احنا عمرنا شتمنا ما حصلش، عمرنا سفينا ما حصل، عمرنا قلنا كذا ولا كذا ولا كذا ما حصلش، بنتكلم كوره، بنتكلم لوائح وقوانين. فمرتضى منصور عايز يلغي الفيسبوك، الفيسبوك مضايق والصفحات مضايقاه، والنهارده يلغي الفيسبوك، بعد يلغي اليوتيوب، بعد كده انستا، بعد كده تويتر، بعد كده يعني قعدنا في البيت كده اهو، ومرتضى منصور تتفرج عليه في التلفزيون بس، وهو بيشتم مصر كلها وبيقول لك الكوره دي حلال وحرام ومش عارف الخطيب فيه وفي فيه، وما تلاقيش حد يرد عليه خالص. وبالمناسبه قناه النادي الاهلي ما بتردش، فمش هتلاقي حد هيرد على مرتضى منصور. ده اللي عايزه، يخرس الالسنه اللي بتفضح وبتكشف التدليس والكذب اللي بيتقال من قناه الزمالك او من رئيس نادي الزمالك. كمل. انا مش بجامل السيسي، ما انا اتحبس، كان اخر واحد من الحبس الصحفي الحمد لله، اتحبس في حصر الى بقى قفلت جمال عبد الناصر، جاب لي نيابه الاحداث عشان عملت مجله هاجمته سنه 68، كنت في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي، وبعديها بقى السادات وحسني مبارك وكل كل كل يعني جميع العصور. تمام ماشي. مرتضى منصور بيقول لك ان هو اتحبس، طب انا اقطع دراعي لو مرتضى منصور كان اتحبس. وانا جبت لكم الفيديو اللي فات على طول، الناس اللي يعني شافت الفيديو وهو بيقول كان يجي، يعني انا مثلا لو حسيت بتعب كده وكان يقول لك ايه على الدكتور الفلاني التوجه لغرفه كذا، غرفه اصلا ما فيش حاجه اسمها كده في السجون، السجون في حاجه اسمها زنزانه مش غرفه، وبيقول لك اصول الضغط واصول السكر ومش عارف ايه، وفي بتاع من فوق كده اهو لو انا دوست عليها لو الميه قطعت يجوا يهوني جري علشان يصلحوا الميه. مرتضى ما كانش في سجن، مرتضى منصور كان في مستشفى، في فندق، في حاجه 5 ستار كده، لكن كان في السجن والكلام الاونطرا لا ما تصدقوش. دي حاجه. الحاجة التانية، فاكر يا مرتضى لما كان في اشاعات ان انت هتتسجن، رحت انت طلعت عملت بث مباشر وقلت انا مدي لعيالي سيديهات عن ناس كبيرة ومسؤولة في الدولة، لو اتحبست هجيبهم معايا. فاكر الفيديو ده؟ الفيديو ده عندنا او ممكن نزيله، احنا اي يعني الحمد لله عندنا مكتبة شاملة وكاملة لهزاز الرؤوس ولمرتضى منصور، اي كلمة اي لفظ اي جمله اي نفس اتاخد في قناه نادي الزمالك موجود عندنا. احنا عندنا مكتبه يعني الحمد لله شايله من الحبايب الوفات مش الف. فمرتضى منصور قبل كده لما عرف ان هو هيتسجن طلع هدد كل المسؤولين، والدليل ان مرتضى طالع يشكر في السيسي ويشكر في مصر، عارفين ليه؟ لانه ما اتسجنش، كان موجود في مستشفى، كان موجود في مكان في رفاهية، في جنينة، في حياة تانية خالص غير الحياة اللي احنا عارفينها والحياة بتاعتنا كبسطة وكناس غلابة. كمل يا مرتضى بيه. ما جملوش، انما انا ببص كده الاقي فتح السيسي يوم الجمعة اجازة عمال يلف في المحور ويشوف الشغل ده خلص ولا لا، ده انا رئيس جمهورية ما عدناش. تمام، انا ماليش دعوة بقى في مشكلة اقتصادية مش اقتصادية، انا بتكلم هل الراجل ده شغال ولا مش شغال، زي انا كده عملت نادي وباتشيتي، وده كان نادي الزمالك باتشيتي كل يوم، انا ولادي عايزين يمشوا، قلت له ما تمشوش الا لما الزمالك يرجع زمالك، ما بنمشيش احنا بالطريقة دي، ومحدش بيمشينا ومحدش بيقبضنا، احنا اليد العليا اللي بندفع، وبدانا ناخد يا ابني عمولاتنا، انا متبرع ب 30 مليون جنيه للنادي، يعني بدانا ناخد عمولة. تمام، مرتضى منصور تركي الشيخ اداله فلوس، قال له خد الفلوس دي ليك مليون دولار، راح قال له لا 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 دي للنادي. وقتها اصلا تركي الشيخ كان مش متبرع بمليون دولار، كان متبرع ب 38 مليون دولار مش بمليون، اتحط في نادي الزمالك مليون بس. تمام، قلنا الله اعلم راح فين، راح لتركي بقى ولا راح لحته تانية ما اعرفش، ما اقدرش اقول راح فين، بس تركي اتبرع ب 38 اتحط في نادي الزمالك مليون، و 47 طاروا مع العصافير، طاروا في جناح الهواء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت بتقول عيالك موجودين لغايه ما نادي الزمالك يقف على حيله، يا ريت، ده احنا نتمنى ان انت تفضل قاعد في نادي الزمالك الى ابد الابدين، الى يوم القيامه، الى يوم تبعثون. ايه رايك بقى؟ احنا بنتمنى ان انت تتواجد في نادي الزمالك
يعني الى ظهر الظهور. فعادي يعني احنا بنتمنى كده، لان تواجدك انت وعيالك في نادي الزمالك بيساوي النتائج اللي احنا شايفينها دلوقتي. سبع الدوري، انهيار في كل اللعبات الجماعيه على مستوى الرجال والنساء والكبار والشباب. فيا ريت انتوا تستمروا في نادي الزمالك. كمل يا مرتضى بيه، جميل كمل. بلدنا، انا راجل فلاح من بشلوش مركز نظام، متربي في شبرا والفرج. كنت اقول له عمي فلان، هو مش عمي الراجل العمده. لما حد فلاح لما عاوز راكب حمار وقعد قدام العمده بينزل الحمار. الست الكبيرة عندها 70 و80 سنة بتجيب الشاي لضيف عندها، بتغمي عينيها كده بتطرحها وتخش تقدم، و70 و80 سنة فين راح دول؟ ما احنا عمالين نتفرج على مهازل اهي، رجاله ونساء بتشقلبوا قدام رامز، ها، وبرنامج اسمه متزوجون في قنوات النهار، يتفقوا مع الزوج على الزوجه، يقولوا لها مقلب ان ركبوا يصور للزوج مع اي واحده كده كومبارس، تقوم الزوج يضربه في وشه وقال في الاخر لا احنا مقلب. ايه ده؟ حاجه بصراحه يعني موضوع زايد عن حده، وبقى موضوع مقرف جدا جدا جدا. ودايما كل ما اطلع هقول للعيال الهربانين الاخوان، يعني الواد اسمه زوبع والواد مطر والواد محمد ناصر، يا ابني تعالى والله العظيم انا ما بكذب، في شيف بلجيكي يا ابني تعالى هنا تعالى بقول لك اكل، وعندنا ميه والله العظيم ميه سخنه وميه ساقعه. طب اقول لك حاجه، الميه السخنه القطعه يا لهوي ادوس على الزرار 5 دقايق. ما هو انا عايز اقول لك حاجه، السجن ده فيه سباك، ما هو محبوس وكهربائي، وعلى فكره الناس تبقى عارفه ما بيشتغلوش مجانا، مصلحه السجون بتقبضهم، يعني كل واحد مهنته بيشتغلها جوه السجن او جوه. خدت بالك من النقطه دي؟ قال لك لو حاجه باظت ادوس على الزرار بسرعه يا وكله يجي وراح مصلح. قال لك ده في سباك وفي مش عارف ايه، بياخدوا فلوس في السجن، بياخدوا فلوس تمن شغلهم. قول يا مرتضى بيه، قول ده انت بتطلع جواهر من بقك يا جدع. الاصلاحيه اللي احنا كنا فيها دي وبيقبض، يعني لو في هقول لك حاجه، كان زمان مسجون بقى زمان عارفها كلها، اللي من دخلته في سبو قصف سيد نوفل وسجن الاستقبال في ضرب السفير الاسرائيلي وزكي بدر رحت المزرعه ضربه. بص بقى، احنا اتكلمنا في موضوع السفير الاسرائيلي ده 100 مره. اولا سفير اسرائيلي، سفير هندي، سفير الماني، سفير من كوالالمبور، في حاجه اسمها حصانه دبلوماسيه، ما فيش اي حد يقدر يقرب من اي حد عنده حصانه دبلوماسيه، يتسجن على طول. ده رقم واحد. رقم اتنين، زكي بدر كان من اقوى رجال مبارك في عهد، يعني يعني ايام ما كان الاخوان يعني شايفين نفسهم على الاخر، كان زكي بدر الرجل الاول في مصر، كان يعني راجل كلمته زي السيف وهو زي السيف. حلو الكلام، كلام جميل. مشكله مرتضى منصور مع الريان، مرتضى منصور تطوع ان هو، طبعا الكلام ده انا ما بقولوش كده من دماغي، لا يا فندم، ادخل كده اعمل سيرش على اشرف السعد واكتب اشرف السعد يفضح مرتضى منصور، شوف هتسمع هو بيقول ايه. بيحكي كل اللي حصل من ايام، من اول ما مرتضى منصور خده محمود الريان وشغله في شركه الريان، وطلعوا جابوا له لبس وجابوا له مش عارف ايه عشان يتناسب مع شركه الريان اللي كانت كبيره ولها اسم الى اخره. فكان في 4 مليار جنيه وفي حسبه مثلا مليون ولا 2 مليون عملات اخرى كانوا موجودين في بنك في اليونان. فبما ان مرتضى منصور معاه توكيل عام من الريان بان هو يسحب ويحط ويسحب ويحط، كان المستشار القانوني ماسك شركات الريان، فكان يعني بياخد الفلوس ويحط الفلوس. فقال لزكي بدر انا مستعد اروح اجيبهم وكده، فراح عشان يجيبهم ما جابهمش. ابتدى بقى زكي بدر فين الفلوس فين الفلوس فين الفلوس، بعد كده ما قال له مفيش فلوس، راح مدخله السجن وحصل اللي حصل في السجن. فطلع بقى انا ضربت زكي بدر، انا موتت زكي بدر، انا انت تعرف يعني ايه تضرب وزير داخليه؟ ده انت تتعدم وانت واقف، ده ايام الثمانينات في عصر مبارك، يعني شوف انت يعني الناس الكبيره، الناس الكبيره اللي عندي في القناه هتفهم انا اقصد ايه. زكي بدر ده كان راجل من اقوى رجال مبارك وعهده مبارك، انت لو قطعت الزرار العسكري فيها محاكمه وسجن. هم انت تضرب وزير الداخليه بذمتك يا مؤمن؟ انت اللي بتسمع الكلام ده هل مصدق الكلام اللي بيقوله مرتضى منصور انه ضرب وزير داخليه؟
طب وزير الداخليه سابه كده، اتحبس قال في ضرب وزير الداخليه. لا يا حبيبي، انت لو كنت ضربت وزير الداخليه كنت اتعلقت من رجليك، لكن انت ما تقدرش. انت لو ضربت ضابط في عهد مبارك او اتشخطت في ضابط، ده انت لو ما عملتش حاجه خالص وضابط بصلك كده وانت زغرت له، يوديك ورا الشمس. ده ايام الثمانينات دي كانت دوله عسكريه من الدرجه الاولى. لكن مرتضى منصور بيضحك على الاطفال بتوع السوشيال ميديا اللي لسه اللي عندهم 16 و17 سنه، ما يعرفوش مين زكي بدر، ما يعرفوش الحصانه اللي كانت معاه، ما يعرفوش ان هو كان الراجل الاول في الدوله بعد مبارك والراجل الثاني بعد مبارك، زي حبيب العدل كده، وكان اقوى كمان. فانت لو اتخانقت مع واحد عسكري، ده انت تتقدم لمحاكمه على طول عسكريه، مش محاكمه مدنيه. لا يا فندم، وده يقول لك انا ضربت زكي بدر. ولكن اشرف السعد طلع وقال حكى ان هو كان عنده نوع من انواع الهلوسه، انه بيقول ان انا ضربت زكي، كان يصحى من النوم مفزوع يقول انا ضربت زكي بدر، انا ضربت زكي. فاهمين يا جماعه؟ زي عتريس، انا عتريس، انا 10 رجاله في بعض. فاكرين الفيلم ده؟ كمل يا مرتضى بيه. يعني لفيت، كان في شيء مهم انك تاخدي المسجون او النزيه كده والحديد في ايده وتركبيه العربيه بتاعت الرحلات دي، تمام، وتوديه المحكمه جوه موجوده جوه. يعني ميكروباص بياخد 3 دقايق، المحكمه هنا. ايه ساده الاعضاء مشكورين بيبقوا موجودين، كل الدوائر موجوده. يعني انا فاكر في قضيه اللي حبسني فيها الواد شريف ده 3 سنين، وجاله بعدها سرطان متفصل والكلام ده كله، بعدين انا بدعي على طول، يعني بدعي وقلت لك اوعى تفتكر ربنا هيعديك، اوعى. انا عندي تاريخ مخد الصبروت موقعة الجمل، قلت له بقول لك اهو 15 يوم. قلت له يا ابني انا اللي حل الحزب الوطني ورفضت الرئيس. راح قال انا جاكيت، وكان محمود خالد موجود، قال لي الطبنجه، قلت له الطبنجه مش هتفيك من سرطان 5 سنين لغايه ما انتك على الله. بدر الطهطاوي قلت له هيجي لك يوم، كان هو اللي فاق القضيه بتاع السفير الاسرائيلي، راح كسر النقابه بعديها بعد ما رد السفير والمستشار بتاعه وقال لك مرتضى اللي كسرها. قلت له هيجي يوم الدبانه قدام وشك مش هتقدر تمشيها، 4 سنين قاعد على العجله اللي بيزوقها دي لغايه ما جاله سرطان واتكل على الله. فقال لي في دماغي مش هتتساب، والله ما هتتساب، لا انت ولا المجموعه كلها اللي دعيت عليها. اوعى تفتكر انتوا عديتوا، لا، القضايا دي كلها تتفتح تاني يوم القيامه، ومن دلوقتي بتتفتح، تمام. المهم خدت بالك من النقطة دي يا فندم؟ بيتوعد الكابتن الخطيب ان هو بعد الشر يجيله المرض الوحش، وبيقول فلان الفلاني انا قلت له هيجيلك سرطان وجاله سرطان، فلان الفلاني قلت له هيجيلك شلل وتشل و5 سنين ومات، وفلان الفلاني اللي ظلمني قلت له مش عارف ايه ودعيت عليه وجاله سرطان. لا، يبقى الموضوع بقى ده مش دعاوى، ده حاجات تانية بتتعمل لناس علشان يجي لها امراض، عشان يجي لها حاجات وحشة. وانا ما اقدرش افسر اكتر من كده، افهم انت بقى اللي تفهمه. لكن مرتضى منصور يدعي يقوم ربنا يستجيب لمرتضى، تخيل يا فندم. لا، الموضوع مش دعاوي بقى يا استاذ مرتضى، الموضوع في حاجة تانية وفي سكة تانية قال عليها ابو المعاطي زكي مع مؤمن زكريا، وقال ان في حد معين عمل حاجة معينة خلت مؤمن زكريا يبقى كده. طبعا كل حاجة باذن ربنا وبتصريح من ربنا، ربنا بيأذن بكل شيء، ولكن في حاجات بتتعمل علشان ناس تتأذي، في حاجات بتتعمل عشان ناس بتتأذي، وربنا شايف مين اللي بيأذي، وان شاء الله الأذية دي تروح له هو. واللي بيتمنى السرطان لحد يجي له هو، واللي بيتمنى المرض لحد يروح له هو، وربنا يشفي الكابتن الخطيب ويشفي مؤمن زكريا ويشفي كل المرضى اللي ممكن ناس أندال يتسببوا لهم في أي مرض أو أي شيء نفسي أو أي شيء جسدي أو أي شيء عضوي يأثر عليهم ويأثر على حياتهم. اوعى تفتكر إن اللي بيربي عقارب في حجره ما بيجيلوش يوم العقربة دي بتلدعه، اللي بيلعب في السكة دي واللي ماشي في السكة دي نهايته سودة، وربنا رب قلوب ورب نيات، وربنا عالم بنية كل شخص، وربنا يحمي الخطيب ويحافظ عليه ويحصنه من أي شر يعني يجيله من أشخاص هدفها النيل من شخص ناجح وشخص محترم وشخص شريف زي الكابتن الخطيب.
مرتضى منصور بيتوعد الكابتن خطيب ويقول له اللي في بالي يا اللي في بالي هيجيلك زي ما جال الناس دي. مليون بعد الشر عن الخطيب، اي حاجه وحشه تمس الخطيب تيجي في اللي هو يعني مسه وفي اللي هو بيحرض ضده واللي هو بيأجر حد يعمل حاجه ضده. كمل يا مرتضى. فدي محكمه موجوده على اعلى مستوى، سيبكم من احمد موسى والهكس اللي بيقولوا، انا بقى شفت دوت خلاص، بدل ما عبيد التوحيد تاخدك من السجن ولا بتاع الاصلاحيه دي ولا بتاع وتمشي 3 4 ساعات وتتردد. انا والله العظيم الموقع بتاع الشريف اسماعيل دوت كان سعيد شلبي هو المامور الناس، فانا ايه ما رضيتش انزل مع عربيه ترحيلات، وكان بيسمي يحط الحديد في ايدي. سعيد ده انا المربيه، سعيد شلبي ده انا كنت رئيس لجنه الحوادث، هو كان حته عيل لسه ملازم في رود الفرج، وانا رئيس لجنه الحوادث في رود الفرج وشبرا والشرابيه والساحل شمال القاهره كلها. مصمم يحط الحديد في ايدي ويحط الحديد في ايدي، كنت جوه العربيه والعربيات المعفنه دي كانت تقعد ترجرجك وتقع وتقوم وتقع وتقوم، يعني كان ممكن تعمل 100 حادثه. دلوقتي المحكمه جوه تمام، تخش الساده المحامين وبعدين الضيوف، الساده اللي هم الضيوف النزلاء يعني المرحلون، بكره بساط على العكه يلاقوا حاجه اسمها طفطف ويقعدوا قدام سجن تورا بال 15 ساعه مستنيين، وده كان بيحصل. خلاص هقول لك مثلا الواد علاء عبد الفتاح ده اللي بيقول لك ان هو ما جنبي 100 100 وبياكل وبيشرب وزي الفل، ما عندوش اي مشكله خالص تمام. انا بس عشان الناس اللي بره بتكتب بره، وانا بقول هنا المجلس القومي لحقوق الانسان لازم يروح، والله العظيم لازم يروح، الاعلام المصري يروح، الناس ما عادش بتصدقه. انا بقى طالع المفروض غضبان، اقول ايام سوده وظلم ومفترى خلاص. وهي عايز بس اقول لكم معلومه صغيره يا جماعه، ما فيش تعذيب في السجون. المأمور ورئيس المباحث ومفتش الفرقه ورئيس كل الناس دي هم خلاص خدوا ده انسان، انسان نزيل اي حتى من زمان تمام. كل اللي بيتكلموا عن التعذيب، احنا يا جماعه فيلم الكرنك ولا احنا بتوع الاتوبيس يا جماعه؟ بحاجات جنب بعضها يعني، اللي بيتعذب ده يعذبه فين؟ انا مش فاهم، ما هو فيش اماكن في الحاجات دي يعني، مثلا يقول لك هذا مكان للتعذيب، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. فتعالى ما تخافش يا ناصر انت وزوبع والواد اسمه ايه الثاني ده اللي ما اعرفش شعره ده اسمه مطر خلاص. ودي في الاخر اذا كانت دي بلدكم، بس انتوا كلكم خدتوا جنسيه انجليزيه او جنسيه تركيه، انتوا شويه خونه. وهدلنا دافع بلدي بالحق لما تكون في احداث بنتكلم. الواحد صاحبي كان معاك مجموعه من المستشارين قالوا مرتضى ده اجدع واحد وبتاع، بس ايه يا سلام ماشي، هاتوا لي حد مضطر انا غلطت فيه، واحد بس هاتوا لي حد انا غلطت فيه الا اذا كان فاسد او خاين. ماشي خلينا نمسك الجزئيه دي، بيقول لك هاتوا لي واحد محترم انا غلطت فيه. غلطت في الكابتن الخطيب اللي عمره ما غلط فيك ولا قل ادبه عليك. غلطت في مدبولي يا رئيس الوزراء لما قلت له انت فاكر نفسك مين؟ اوعى تفتكر نفسك حاجه، انت كنت حته لاعب كره يد. غلطت في اشرف صبحي لما قلت له يا اشرف يا صبحي انت مش خدت واجبك، يلا اتفضل اطلع انت والحرس اللي معاك. وغلطت في سيد عبد الحفيظ اللي ما غلطش فيك ولا قل ادبه عليك. غلطت في ابو تريكه اللي لسانه عفيف ايا كان انتمائه. بصوا يا جماعه انا ما بحبش الاخوان، ما بحبهمش، بس ليه اصحاب من الاخوان، ليه اصحاب، انا ليه الشخص اللي قدامي بيتعامل ازاي، بيعامل باحترام، بيتعامل بادب. لكن لما يجي يتكلم سياسه او يقول ان الاخوان دول مظلومين او حلوين او بتاع، بقول له لا استوب وقف عندك، لا في كذا وكذا وكذا، عيوب السيسي كذا وكذا وكذا، مميزات السيسي كذا وكذا وكذا، عيوب الاخوان كذا وكذا وكذا، هم لهمش اي مميزات بالمناسبه. لكن ابو تريكه راجل محترم، ابو تريكه بيحب دين تمام. الاخوان كانوا ماسكين الموضوع بتاع الدين ده وبيجذبوا الناس اليهم، فابو تريكه من النوع اللي بيحب قال الله وقال الرسول، والراجل عمره ما كان له اي سقطات غير اخلاقيه او بتاع، الراجل محترم محترم وبيحب الاخوان خلاص. هو انا ازعل منه انت لما يقول لك انزل اقتل وكسر وخرب واعمل ما حصلش الكلام ده منه. فاحنا بنتكلم على نطاق الكوره، الراجل ده كروي بيحبه عشان هو بتاع كوره، انما لا مؤاخذه يعني لو قال اي حاجه ضد البلد احنا هنقف له ونتصدى له، شيء طبيعي. انا اقول لكم على حاجه، انا انتخبت السيسي مره واثنين، لكن انا مش راضي عن بعض سياسات للسيسي، عادي يا جماعه. مفيش حد بتتفق عليه طول الوقت، ومفيش حد بتختلف عليه طول الوقت. بيبقى في متغيرات في السياسه، ولكن كونك ان انت تقول ان انت مفيش حد محترم غلطت فيه، لا انت غلطت في كل المحترمين، ده انت ما سبتش حد اللي ما غلطت فيه يا راجل، يا راجل ده حتى يعني سيف الوزيري
غلطت فيه، اللي هو بتاع البث بتاع شركه الرعايه والبث الفضائي، غلطت فيه شتمته. تخيل مرتضى منصور ما سابش حد لما شتمه وغلط فيه، ما سابش ولا حد. يا راجل ده انت يعني قول لي مين اللي ما غلطش فيه في مصر؟ ده انت حتى الناس اللي معاك بتغلط فيها. ده حتى الواد طاهر ده هو بتاع حراس المرمى، طلعت هزقته وشتمته وهو رد عليك ببوست، طالع بعد كده تقول عليه ان هو كويس وراجل محترم وبتاع بعد ما صالحته مع بعض. فانت انسان غريب بصراحه، غريب. كمل يا عم. يا فاسد يا خاين. كل الناس الحمد لله ما عنديش معاهم مشكله. فالمدير الفني الاجنبي راح له تذاكر طيران، والراجل عنده يعني كارلوس ده راجل كان مدرب منتخب المكسيك في كاس العالم وكسب المانيا، المدرب منتخب الاوروغواي خد 17 بطوله في بلده، تمام. والحمد لله انه لغايه دلوقتي ما شتمش، الحمد لله الحمد لله، يعني بحمد الحمد لله انه ما شتمش. واي مدرب في العالم انت بتجيبيه بسرعه، ربنا يوفقه او ما يوفقوش، دي هي بقى ربنا توفيق ربنا. ممكن اجيب اعظم مدرب في العالم وربنا ما يوفقوش، مش كده؟ ويجي واحد غلبان يكسب البطولات، فده بيبقى توفيق من ربنا. حبيبي بس الجماهير المحترمه هم خلاص ما عادوش هيشوفوا الاشكال القذره دي اللي كانت عامله نفسها جماهير. مش معقول يا جماعه كل ماتش اللعيبه تتشتم ومراته بتتشتم وتجيلي فاتوره ب 800 الف جنيه تكسير كراسي. لا يا كان انت بتدفع يا راجل، يا راجل ده انت عليك ديون قد كده من خسائر جماهيرك، وقال لك ده ايه ده حماس مش شغب، وما رضوش يوقعوا على اي عقوبه، وبتقول جماهير بيشتم جماهيره. عمرك شفت كده؟ يعني في رئيس نادي يعني يناشد جماهيره يا جماعه احنا عايزين نبقى على قد المسؤوليه وقد الحدث، احنا نشجع باحترام وبذوق وبنحتوي كل الاخرين والراي والراي الاخر، انما مش تطلع تشكك في الجماهير اللي غضبان. طب ما ياما جماهير النادي الاهلي غضبت، وياما جماهير النادي الاهلي اصلا اعتادت على لعيبه النادي الاهلي علشان كانوا هم مصممين يكملوا الدوري قبل اخذ حق شهداء النادي الاهلي. عمر الخطيب ما طلع قلل من اذا كان مشجع او الترس او بالعكس. لازم يبقى عندك نوع من انواع احتواء الراي الاخر، مش الاحتواء التاني اللي بتاخدوه من الحكام، لا لا لا، احتواء ان انتوا يبقى عندكم نوع من انواع احتواء الاشخاص اللي بيشجعوا الفريق وبيدفعوا فلوس علشان يشجعوا الفريق والفريق بيخذلهم. ولما تتقبل النقد تقبل النقد بصدر رحب، ما تشتمش الناس كلها ومش عايز الناس كلها يعني تنتقدك وتنتقد سياستك انت وابنك في اداره نادي الزمالك. كمل. يعني ده مش عدل، ده مش حب للزمالك. اوقفوا على فرقكم لغايه ما ينعافى. وانا بشكر الجماهير اللي بالملايين الملايين، هو تاني المجموعه اللي كانت بتحضر دي وتشتم تلبى، مش دول جماهير الزمالك، دول مقبورين الزمالك، تمام. لكن من حق الجماهير تزعل ومن حق الجماهير ده، بس مش حقك انك انت تشتم اللاعب، مش من حقك ولا تشتمني ولا تشتم مين، ما احنا مش احنا اللي بنلعب، انت اللي نفخت فريرة وانت اللي فسدت فريرة، وانت اللي قلت لي اوعى تيجي ناحيته، ده البروفيسور ده جده، وانت اللي في الاخر قلت له الله يخرب بيتك لبيته مشي، تمام. وبرجع اقول تاني فريرة مشي وقرار خد قرار احنا مش بنتردد. اسامه نبيه كمل يا ابني كمل، اول ماتش فيوتشر كسب شتموه وهدفه فريرة، فجالي هنا اهو مظبوط في الترابيزه دي كلكم كنتوا قاعدين، قال لي لا مش هقدر اكمل. ليه؟ قال لا بتشتم، انا ما اقدرش اتحمل، احترامي لاسامه طبعا يعني كويس انه اتحمل كل ده. قال لي لا انا ما اقدرش، من فضلك مشيني. امشيك ازاي يا ابني؟ قال لي لا هات فريرة. هجيبه ازاي؟ قال لي هو بعت لي رساله بيقول لي مبروك، قلت له المكان في انتظارك سيد اشيل لك الشنطه. طيب اراجع فريرة ولا اقعد ادور على مدرب زي ما احنا بنعمل كده لغايه ما لقينا الراجل الكولومبي دون؟ وعلى فكره الكولومبي ده لجنه اختارت كلهم زي بعض، الماني اسباني كولومبي، ادي ولاد الزمالك. واخد بالك يا ايمن يانوس انت وحازم امام وفاروق جعفر، واخد بالكم مني ولا مش واخدين؟ نكلم ميدو اللي بتشتم دلوقتي، نقول له ميدو ما تفكك منه، انت واقف وراهم ليه؟ ميدو انا مختلف معاه 100 مره، بس واحد بيحب الزمالك. وعلى فكره جه زارني وجه لاني اسد وسعيد جدا، ضغطي اتظبط والسكري اتظبط كل حاجه عندي اتظبط، على امل عايز يروح يظبط اللي عنده تمام. فعايزين يا جماعه بقى احنا جبنا احسن جهاز اللي اتشتموا، يعني مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد بقى تقول لي نازل بقى الفشله بتوع العشريه السود يا ابني، كل واحد فيهم ده 17 بطوله مع النادي. منصف ده مش ده في ماتش الاتحاد قال في الاتحاد لما لقى الزمالك وهو قاعد مع يهتف مع الجماهير، احنا عايزين دول. احمد مجدي ده مش واخد دراسات من بره مع الراجل ده اللي جاي معاه المساعد بتاعه كمدرب، الراجل اسباني. فاقفوا يا جماعه ورا فرقكم، هناخدها واحده واحده.
ونتعافى واحده واحده وان شاء الله هتعدي باذن الله. دي ازمه وهتعدي، بدات من قطر تمام. ما تعرفش ايه اللي حصل في قطر؟ تعرف ايه اللي حصل في قطر من يوم احنا متقلين 60 ميلا؟ مع احترامي طبعا شعب قطر شعب محترم وبيهم احسن استقبال يعني. فناخدها واحده واحده يا جماعه. نادي محجوز عليه كانوا 70 مليون عشان في دولارات بقى 100 مليون، رئيسه محجوز. عايزين ايه؟ وبيوصل للنهائي. الفريق بقى مش نادينا برضه وصل النهارده اليد وسله وطايره. يعني انا النهارده بتخسر الدوري في اخر ثانيه. يبقى انا بنافس لاخر ثانيه اهو في ظروف اللي احنا فيها من الليله دي. السله كلنا شفنا الحكم عمل ايه، وانا كلمت ابو فريخه ده ولا ابو بتاع دوت ايه اللي عمله الحكم ده؟ يا جماعه الدايره الخط عليه اعلان. عليه اعلان. ولو كنا جبنا الكورتين دول وما تحسبوش الاثنين التانيين كنت عديت. ايه ده؟ ايه اللي بيقوله مرتضى ده؟ لو يعني في حاجه اسمها لو كنا جبنا، لو كنا، طب ما احنا لو كنا لعبنا البرازيل، مش احنا لعبنا البرازيل في القارات، لو ما كانش الواد محمدي حط ايده في الكوره والكوره كانت تعدت بره، مش كنا تعادلنا 3-3 ولعبنا ضربات ترجيح او خدنا نقطه التعادل؟ انا مش عارف مرتضى منصور بيحكي في ايه. فحاجه اسمها لو ده، انت مغلوب طايره وسله وقدم وكرات ولعبات جماعيه ولعبات فرديه، ده انهيار تام في نادي الزمالك على كل الاصعده، ده انت سابع الدوري. يا نهار اسود، بقول لك لو ايه يا عم؟ قول يا عم. الطايره هي الاول، زياد الفريق البنات الاول، واليد ولادنا في كل الولاد الصغيرين ومرتبطين كلهم الحمد لله ربنا موفقهم في ظروف الزفت اللي احنا فيها وبنقاوم. وبعدين مش احنا بقى عندنا مشاكل؟ طيب مشكله بين اتحاد الكره والرابطه عند الوزير، بين فيوتشر بيرمز عند الوزير، بين بيراميدز الاهلي عند الوزير، بين الهلال والاهلي عند الوزير، كلها مشاكل. النادي الاهلي ما عندوش مشاكل مع بيراميدز، بيراميدز عايز حكام اجانب، وبالمناسبه النادي الاهلي عايز حكام اجانب، وهاني سعيد مدير الكوره بتاعهم قال لك النادي الاهلي مش طرف في الموضوع، والنادي الاهلي عايز حكام اصلا اجانب. يعني مشكله بيراميدز مع اتحاد الكوره مش مع النادي الاهلي. ثم انت اللي عشتك مشاكل مع قيد لعيبه سيف الجزيري اللي ايدته بالتزوير بمساعده العطار، واللعيبه اللي تايدت وما دفعتش ولا مليم من ال 88 مليون اللي عليك، والمشاكل والقضايا بتاعت نادي الزمالك، كل ده وانت بره الموضوع وبره ده. انت لسه يا راجل كنت في اتحاد الكوره راح تضربهم عشان يايدوا لك اللعيبه بالعافيه وانت ما دفعتش فلوس ولا جدولت فلوس. يعني مرتضى منصور يعني استاذ في التحوير. كمل يا باشا كمل. احنا عاملين بقى مشاكل ولا حاجه، المركب معديين بيها وماشيين بيها واخدين بالكم. فانا اتمنى بقى بس الجمهور يصبر على اللعيبه، عندنا احسن لعيبه القدام والجداد. وبعدين قدامكم مثلا اهو، ولو انا كذاب يطلع اسلام صادق يقول انه ما قاليش انا بجتهد، او يطلع الاستاذ احمد جلال او الاستاذ خالد ميري يقول انا ما كلمتهمش عشان القرف ده. اما شبابنا ده خلاص عيل صاعد، خلاص اعملوا ايه؟ خلاص احنا عارفين مين اللي بيموله، خلاص عيل مزور واحنا شطبنا عدويته، وهو جايب قناه عشان يشتمنا عادي. هو لو ما شافناش بصراحه يبقى مش عادي، وكفايه الصحفيين من ربوه تمام. اما مهيب احنا عارفين بقى ده شغال خدام عند مين. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الراجل هيوصل طبعا. انتوا عارفين كولومبيا دي فين؟ لا ده جنب سجن المزرعه. الراجل عارف ان يوصل ان شاء الله بكره بالليل او الاثنين الصبح يستلم على طول، ونصف اولادنا كلهم على اعلى مستوى. والله العظيم ما حد فيهم قال ياخد كام ولا مش هياخد كام، ولاد راقيين يعني. وانا طبعا بشكر اسامه جدا، بشكر ياسر حسين ياسر جدا، واحنا شايلين له مكان محترم هنا في قطاع الناشئين يمين بيه. بنشكر ايمن طاهر قد يعني كل جول، بس احنا قلنا بنغير بقى الكل. بنشكر اسماعيل يوسف طبعا مكانه موجود لما يرجع ان شاء الله. في ايمن طاهر لسه شتمه امبارح، هو مش الناس دي طردهم يعني؟ قال لك كل الجهاز الفني اللي موجود بره النادي اتطردوا. الظاهر راحوا قالوا له برده كده، يا ست المستشار ده احنا حبايبك، ده احنا اخواتك، ده احنا اولادك، ده احنا وانت. فقال لهم بس خلاص. دي كانت لحظه طيش ولحظه زعل. لا ارجعوا لاماكنكم، بس مش اماكنكم في الفريق الاول، لا هتروحوا بقى اللي يروح الناشئين واللي يروح مش عارف فين ويروح فين. ده مره قال مدحت عبد الهادي مش هيبقى موجود معايا عشان بيطلع مع مهيب عبد الهادي وبيقلل من نادي الزمالك، انا شطبت عضويته من نادي الزمالك. راحوا جابوا وخلاه. ببص مرتضى منصور ماشي على مبدا اطعم الفم تستحي العين. الناس اللي مش قادر عليها ومش قادر يلمها في من القنوات يجيبهم يشتغلوا في نادي الزمالك اي حاجه، زي ما لما هزاز الرؤوس في الصحافه علشان يطبلوا له ويرقصوا له بالظبط.
فده دي كانت نصيحه ميدو ليه زمان، ان هو ما يتكلمش بلسانه، لا يجيب ناس اجاريه، ناس هزاز رؤوس يتكلموا بلسان مرتضى منصور، عشان التهمه تتوزع على 20 30 نفر غير لما تتوزع على شخص واحد بس. ما تروحوش في اي مكان، لسه الفيديو بتاعنا مكمل. مرتضى منصور زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ليه شهر غايب في مستشفى، في فندق، في مكان، مكان ما، بس مش السجن يعني بالمناسبه، لان هو يعني بلسانه قال ان بدوس على الزرار بيجيني الدكتور، بدوس على الزرار بيجيني مش عارف ايه، بدوس على الزرار بيجيني. اظن السجن ما فيهوش زراير، والسجن ما فيهوش غرفه، السجن فيه زنزانه. وطلع وقال ان هو يعني اتسجن مع الاخوان المسلمين، واتسجن مش عارف مع مين ومع مين، واصلا الاخوان المسلمين دول مساجين سياسيين. ولكن مرتضى منصور داخل في جنحه، هل يعقل ان شخص يعني ده راجل محامي المفروض يبقى عارف، يعني اللي واخد جنحه بيتحبس مع اللي واخد جنايه، اللي واخد جنحه بيتحسب بيتحبس مع الناس اللي داخلين السجن في قضيه سياسيه؟ ولكن اي كلام بيتقال واي هري بيتقال وبيعدي، الناس بتعدي له. قال كلام كتير واحنا ردينا عليه في قلب الفيديو. ولكن هل مرتضى منصور اخد اوردر من المسؤولين اطلع وخبط في النادي الاهلي بس بالحنين من غير ما تعور زي المره اللي فاتت؟ اطلع خبط في الخطيب، اطلع قول الخطيب في كذا وكذا، اطلع قول النادي الاهلي في كذا وكذا. ما هو مش معقوله مرتضى منصور يغيب شويه ويرجع شويتين، يغيب شويه ويرجع شويتين. دلوقتي ما بيعملش مداخلات في قناه نادي الزمالك، ولكن بيطلع يعمل فيديوهات وبتتبث على قناه نادي الزمالك. خدوا بالكم الفيديوهات دي بتتفلتر، يعني الفيديو ده برغم يعني مدى يعني خطورته ومدى الكلام اللي فيه ان هو جارح وبيتمنى المرض، او ان هو بيتوعد الكابتن خطيب انه هيجيله مرض وحش وبيقول على النادي الاهلي مسخره، على قد ما ده مهين الا انه مقصوص ومتقصقص منه حاجات كتير وكوارث كتير اتاخدت واتسمع واتقصقص، وقالوا له خد اعرض ده. كان كل كلمة بتتعرض على المسؤول الأول قبل ما تروح للقناة. مرتضى منصور طالع يشكر في الدولة وفي السيسي وفي 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 وفي، وإن أنا اتسجنت في عهد السيسي، واتسجنت في عهد مبارك، اتسجنت ليه؟ هل الخطيب سجنك أيام السادات؟ هل الخطيب سجنك أيام عبد الناصر؟ هل الخطيب سجنك أيام مبارك؟ مش كل حاجات أنت عملتها ومصايب وكوارث أنت عملتها. ولكن هو المسؤول يعني مش شايف ان مرتضى بقى كارت محروق؟ احنا بناخد الكلام اللي بيقوله ده على سبيل ايه؟ على سبيل ان هو مش لاقي حاجه يقولها علشان فريقه متنيل ب 600 نيله، فريقه ايه؟ فرقه الرياضيه متنيله ب 600 نيله، وعمال يكذب ويقول لك ايه؟ الطايره مش عارف كذا، ولو كنا عملنا، ولو كنا مش عارف، ولو كنا جبنا يا رضا في حاجه اسمها كنا ولو. يعني انت بتخاطب مين يا عم؟ انا مش عارف الناس اللي بتمشي وراه وبتطبل له، ويقول لك اللي بيطلع يتكلم على محمد رجب وهو يشتم الناس، يطلع يقول لك ده دول بيتنمروا وهو بيتنمر على الناس. ايه ده يا عم؟ هو انت مين فيهم؟ هو انت بس هقول ايه؟ ما هو الراجل طلع قال فتوح وعبد الله جمعه بيشربوا حشيش وبيناموا مع الستات، وطلع بعدها بثلاث ايام ولا باسبوع قال مين اللي قال كده؟ لا 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 لا، لعبتي ما بتشربش حشيش ولا ليها علاقه بالنسوان ولا الكلام الفاضي ده، ده انا لعبتي كده، لعبتي زي الفل. بس الجزاء من جنس العمل، ربنا اسمه العدل. ممكن حضرتك يبقى عندك احتواء للحكام، تظبيط للحكام، تظبيط من المسؤولين، تظبيط من لجنة الكورة، ولكن يشيلوا لك الفار علشان تكسب قوم تخسر من المصري بالتلاتة. تخيل يا فندم، يعني هما شايلين لك الفار علشان ما يطردش الونش، زي ما كل مباراة ما بيطردش وبيعمل فاول كارثي وما بيطردش والدنيا بتمشي، ويجي النادي المصري يفوز عليك ويعمل ريمونتادا عليك بعد ما كان مغلوب، وتخسر الثلاثه بنت وسط ذهول الجميع. اصلا الدوله شالت الفار علشان يبقى فيه تلاعب، عملوا لك التلاعب ومعرفتش تفوز، هيعملوا لك ايه تاني؟ وطالعين سزاز الرؤوس يقول لك ايه امبارح او اول امبارح كريم ابو حسين والناس دي، تقول لك ده النادي الاهلي كان بيطالب ان الفار يتشال او اتشال الفار. لا يا شيخ والنبي، ايه النادي الاهلي ليه 10 مباراه، ليه 10 ايام ولا 15 يوم بيلعب في افريقيا وما لعبش في الدوري ومتصدر الدوري، فارق عن فريقك بكام نقطه؟
بلاش فريقك، فارق عن المركز الثاني والثالث كام نقطه يا راجل؟ ده انت في المركز السابع، اختشي على دمك. فين الصلعاوي بتاع المنطقه الدافيه يقول لك نادي الزمالك في المنطقه الدافيه؟ يعني يكسب ماتش، يخسر ماتش، يتعادل ماتش، بس هو في المنطقه الدافيه. ده الزمالك لو اتغلب له 3 4 ماتشات هيبقى مع ابن عمه بيصارع عشان يهرب من الهبوط، بس هينقذوه زي ما قبل كده عبد المنعم عماره حللوا اتحاد الكوره عشان نادي الزمالك ما يهبطش بعد الانسحاب الشهير امام النادي الاهلي بقياده فاروق جعفر. ولكن احنا بنقول لمرتضى منصور احنا ردينا عليك يا مرتضى، لو في عاقل في الدنيا ياخد كلامنا ده ويحطه كده في دماغه ويوزنه. قال لك انا ضربت زكي بدر وضربت السفير الاسرائيلي وضربت مش عارف ايه. هل طب اقول لك على حاجه، تعال انت دلوقتي اتخانق مع عسكري وقطع له زرار، شوف اللي هيحصل. اذا اهلك شافوك تاني انا ما اعرفش حاجه. انت عايز تضرب وزير داخلية تضربه ويسيبك كده وتتحبس؟ ده كان حطك كده في بانيو وحط عليك مية نار وكنت اختفيت، كنت اتشفطت كده في البلاعه. لكن اشرف السعد شريك الريان اللي كان مشغل مرتضى عنده طلع وقال الكلام ده لا اساس له من الصح، لا اساس له من الصحه. مرتضى منصور كان يطلع يصحى من النوم انا ضربت زكي بدر، بيقول لك لحد الان مرتضى منصور ما بيحبش ينام في الضلمه، لازم النور يبقى والع. ده الكلام ده مش انا اللي بقول، انا ما اعرفوش، انا اعرفه منين؟ قالوا اشرف السعد على قناته. ولكن واضح كده ان احنا مكملين شويه حلوين. مرتضى منصور ماشي على مبدا بص العصفوره، فين العصفوره يا فندم؟ اهي العصفوره اهي، فين العصفوره؟ اهي العصفوره يا عم، هي فين العصفوره يا عم؟ انت مش شايفها، ها قدامك اهي، فين العصفوره؟ الخطيب اخد ساعات من تركي، الخطيب خد اموال من تركي، انت مالك؟ خد السعوديه كلها حطها في جيبه، انت ايه اللي زعلك؟ انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي وجعك؟ شوف الانهيار اللي عندك، شوف الكوارث اللي عندك، شوف الجماهير بتاعتك بتتهمك بالسمسره انت وابنك. على فكره اللي اتهمت مرتضى وامير مش جماهير النادي الاهلي، احنا مالناش دعوه، جماهير اتهمتك انت، جماهيرك اتهمتك انت، فانت بتشتم جماهيرك اللي اتهمتك. وفي دلوقتي يعني الصحفيين المحترمين في ناس خايفه تتكلم وفي ناس بتدي من بعيد كده، ولكن الجماهير ما بتخافش، الجماهير اللي شايفاها هتقوله. في شويه مطبلاطيه وشويه اجاريه وشويه لجان الكترونيه وبيعمل لهم عضويات مستثناه، وجبنا قبل كده 100 فيديو على هذا الامر. ولكن هل يجوز ان انت تطلع تقول على النادي الاهلي نادي مسخره وانت عندك كل المساخر؟ هل يجوز ان انت تتوعد الكابتن الخطيب بالمرض الوحش؟ هل يجوز؟ طب ما انت اللي بتتمنى على حاجه او مأجر حد يعمل حاجه، شيء طبيعي ان في ربنا فوق شايفك وشايف الخطيب وشايف ده وشايف ده وشايف ده، وانت لقاءك بربك قريب. بس ثق تماما ان ربنا هيورينا فيك اياته وانت على الارض قبل ما تروح له فوق ويقول لك تعالى انت عملت 1 2 3. هل هتقدر تقول له لا ما حصلش، لا ما قلتش، لا ما عملتش؟ ما اظنش. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على القناه بتاع قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه و10. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.